السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعنا بأسى الإساءات التي تتكرر بالرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مسلم في داخله حرقة ونيران تتأجج، يريد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال: ما هي أنسب طريقة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشاب يقترح: تعالوا لنقم بمظاهرات أمام السفارة الفرنسية أو غيرها من السفارات، نعترض فيها على هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ناتج المظاهرات أننا نتظاهر ضد أناس من المسلمين، يعني اللي عم يحموا السفارة الفرنسية أو غيرها ناس من المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرقون له، فنصطدم بهم، بنكسر بعض، الشباب يتحبسوا، يلا أخذ سنة 5 سنين 10 سنين سجن، طلعنا ما نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقتراح آخر: ما رأيكم أن نقاطع البضائع الفرنسية؟ اقتراح جميل. وكمان نحن كنا عم نقاطع البضائع الدنماركية والهولندية والأمريكية، بنضم لهم كمان كذا دولة متواطئة مع هذا الأمر، بنصف لحالنا أن يعني نأكل خبز وشاي. كمان للمقاطعة أحكام، فأظنه من الصعب أيضا أن نطبقها بمقاطعة البضائع الفرنسية. طب يقترح آخر شخص آخر اقتراح جميل جدا: لنغير صورة البروفايل ولنجعلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا بس بدي أفهم موضوع إلا رسول الله، يعني إذا واحد سب رب العالمين عادي، ما هو إلا رسول الله، أو سب عيسى وموسى من أو غيرهم من الأنبياء كمان عادي. طب سب الصحابة أنه إلا رسول الله معناته غيره ما بأثر؟ طب إلا رسول الله شو؟ طيب يعني ليش حتى نخلي نحن شعارنا نحن قوم إذا غضبنا غيرنا صورة البروفايل؟ بسم الله ما شاء الله نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيطلع شاب يقول: طب شو بدك يا شيخ؟ يعني مظاهرات قلت لنا منافعة، تغيير صورة البروفايل منافع، مقاطعة البضائع كمان منافع، يعني إلا بشروط، وشو بدك من الآخر؟ كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا احكي حكي منيح يطلع من رأسنا، هيك الناس عم بتقول. أخي في الله، قبل أن نطالب بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف هل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ردة فعل ولا نبراس حياة؟ على المسلم أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله طول حياته. إذا كانت ردة فعل فهذا خلل. المسلم ينبغي أن ينصر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله طول حياته. وأنا هنا أتوجه لمن يقول: إلا الحبيب يا عباد الصليب، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تقول هذا الكلام انظر إلى المرآة بالله عليك، هل سمتك وشكلك ينصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الشاب لما يوقف شعر واكس ويعمل لحيته تخطيط أو سبايكي وغيرها، ولابس كنزة برشلونة وريال مدريد، وقاعد عم بشجعهم حتى يبح صوته وهو يشجع برشلونة وريال مدريد، ولهجته ثلاث ارباعها انجليزي وهاي وماي او ماي جاد، هيك عم بنصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقفت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بس على تغيير صورة البروفايل؟ اخلاقك انت اللي عم تطالب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تطابق اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما انت تلطش وحده بالشارع هيك بتكون عم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراه لما تخرج كاسيه عاريه في الشوارع بتكون عم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالحجاب والحشمه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم؟ ان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بخطوات. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اولا بسمتك، بعلمك، أن تتعلم دينك. يعني للأسف الآن بعضنا لا يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني بيصلي بقوم بيصلي وبيركع وبيسجد. طب ليه عم بتصلي هيك؟ عشان الناس عم بتصلي بهالطريقة. طيب هل تعلم كيف كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. بأفعالك تتعلم سيرته. يعني أنت ستسأل عن ربك، عن ربك وعن دينك وعن نبيك، مش نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقطع سطر وما بتعرف شيء، ويمكن بتعرف عن ممثل أو مغني أخبار أكثر ما تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تعرف عن سيرته؟ ماذا تعرف عن سمته؟ ماذا تعرف عن أخلاقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت كتابا كاملا في شمائله وصفاته صلى الله عليه وسلم؟ إذن النصرة أولا بالتعلم،
أن تتعلم دينك وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنفذ وصاياه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أوصى بالصلاة فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هل تريد نصرته؟ وين كنت اليوم على صلاة الفجر؟ صليت جماعة؟ امبارح واللي قبله واللي قبله؟ الجامع صار بس مفتوح لصلاة الجمعة، الناس عم بتفكر تسكره غير نهار الجمعة، بعض الأئمة عم بيقترح خلينا نسكره، ما حدا عم بيجي. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتعلم، ثانيا الأمر الثاني بأن تطبق ما تعلمته. يعني تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالبر وصلة الرحم وبر الوالدين والتصدق، هل نطبق هذه التعاليم؟ اثنين. ثلاثة بالدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. هل تبلغ يوميا آية أو حديث عن حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ الفيسبوك والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي منتشرة، ما بدي أقول لك أنه أنت إنسان اجتماعي وروح تحركش بهذا وبلغوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قل له كلمة من هون، لا 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 لا، أنت موجود الواتساب والفيسبوك عندك، بس أنشر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أنشر تفسير آية بهذا تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعظم نصرة أن تتعلم دينك وتطبقه وتعلمه لغيرك. والله الذي لا إله إلا هو أعظم من المظاهرات وأعظم من الخطابات وأعظم من تغيير صورة البروفايل وأعظم من المقاطعة، أن تكون أنت مسلما حقا كما أرادك النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرادك الله، فاستقم كما أمرت. بهذا تكون النصرة لا بغيره، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.